الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه. إكفى ووال معناتها ما إلا ربي سبحانه إناد إسخطار غير ثلاثة ياك ثقي أندد سلأيكي سورة المائدة الآية 89 تماما صافي ربنا ياك ثلاثة على السعر وين إنسان تكفر في اليمينة إما في الشعشرة يهليلا نغادي السلسة عشرة يهليلا نغل عتق يسعى للشواء وقيقاس واجب مخير أمشي سيدي فرا تاج الدين السبكي سلت مليحة إناد الأمر بواحد من أشياء يعني ندلو للشواء الاختيار يوجب واحدا لا بعينه لا بعينه مع أن تأخذ مثين ثفغيض لم يتعين واحد منها لورودها على وجه التخيير دقيقة جدا خطر ثقافة نحو جميم ذي المجالات النظام ولكن في هذا المثال خطر بسيط وواضح يسهل الأمر بواحد من أشياء يوجب معنى لتبرئة للذمة يوجب واحدا لا بعينه فين تختار ممكن ثلاثة من الدم سانتا كفار يوني الشتا عشرة ويضي السلسة عشرة وضيعة قرقبة ذممهم بريئة لكن ملان ولاش واسيني ويض كخيري ولاش نمسهم لماذا نمسفهم أخطر الأمر لم يرد بعينه ورد على سبيل الخيار بالاختيار